حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للجمهورية، وكذا تبادل الخبرات والوثائق المتعلقة بحماية المعطيات. ها نحن اليوم نوقع اتفاقاً بين السلطتين الجزائرية والموريتانية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، نجسد من خلالها النوايا الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي الفعال لتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اعتباراً أن حماية هذه الأخيرة لا تتم بفعالية في التعاملات التجارية والاقتصادية بين الدول في زمن العولمة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة إلا في إطار علاقة تعاون بين السلطات التي تسهر على تعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين المقيمين في هذه البلدان. أتشرف أن أكون معكم اليوم لتوقيع على اتفاق التعاون بين سلطتي حماية البيانات في بلدينا الشقيقين موريتانيا والجزائر. أيها الحضور الكريم، إن التعاون المتعدد والمتجسد في العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية لرئيسي بلدينا فخامة الرئيس السيد محمد آل الشيخ القزواني وفخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، وسيتعزز هذا التعاون من خلال الاتفاق الذي وقعنا عليه اليوم، حيث سيشكل شراكة فعالة بين سلطتينا من أجل وضع إطار مميز للتعاون الثنائي في مجال تنظيم حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.